لسه مكملين اخبارنا ونروح دلوقتي الاخبار نادي الزمالك، وفي قرار من نادي الزمالك لكل اللاعبين اللي وصل ليهم عروض للرحيل عن الفريق في فتره الانتقالات الشتويه الحاليه، انه ما فيش اي لاعب هيمشي في فتره الانتقالات الحاليه، وان النادي فعلا بيعاني من ازمه منع القيد، وان لسه الموسم طويل وما فيش اي لاعب هيمشي دلوقتي مهما حصل. بالعكس، في تواصل بقى من اداره نادي الزمالك مع بعض اللاعبين اللي تم اعارتهم خلال الصيف الماضي للعوده مره ثانيه لصفوف نادي الزمالك في التوقيت الحالي لتدعيم الفريق اللي لسه قدامه موسم طويل جدا. نادي الزمالك وتلاحم كبير جدا بين المباريات في البطولات المختلفه سواء البطوله المحليه او القاريه، فاذا وافق بعض الانديه اللي تم اعاره لاعبين من نادي الزمالك ليها الفتره الماضيه ان يرجع بعض اللاعبين لنادي الزمالك مره اخرى في يناير هيتم ده، لكن اذا رفض النادي فبالتالي هيكملوا طبعا عقد الاعاره حتى نهايه العقد. لسه مع نادي الزمالك، وخلال الايام القادمه هيكون في جلسه هامه جدا هتجمع بين اداره نادي الزمالك وجناح الفريق الايفواري رزاق سيسيه في حضور وكيله طبعا من اجل اتمام التجديد مع نادي الزمالك لمده 3 مواسم قادمه، بعد ما رحب كمان اللاعب بشكل شفهي على تجديد تعاقده مع نادي الزمالك. يعني طبعا سيسيه من اللعيبه فعلا المميزه جدا، وتجديد تعاقده مع نادي الزمالك هيكون اكيد اضافه جدا للفريق خلال الفتره المقبله، وشفنا تاثيره مع نادي الزمالك لما بينزل في المباراه الاخيره وازاي ان هو بيقدر ان هو يعوض بن شرقي اذا غاب، فبالتالي اكيد وجود سيسيه الفتره المقبله مع نادي الزمالك مهم جدا من الناحيه الفنيه. لسه مكملين اخبارنا، ودلوقتي نروح لنادي الجونه اللي بيحاول كمان تدعيم صفوفه خلال فتره الانتقالات الحاليه، وبيقترب فعلا من التعاقد مع موكوكو لاعب وسط منتخب جمهوريه الكونغو ونادي يانج افريكانز التنزاني. بالتاكيد نادي الجونه بيعاني في منطقه وسط الملعب، خصوصا بعد رحيل زي ما احنا فاكرين سيرجيو اكا مع نهايه الموسم الماضي. اللاعب كان بيمثل فعلا قوه كبيره جدا في منطقه خط الوسط لفريق الجونه، عشان كده نادي الجونه بيقترب من ضم لاعب وسط قوي خلال الفتره الحاليه عشان يدعم منطقه خط الوسط لنادي الجونه في المرحله القادمه.